مالك يا علاوي؟ مالك يا ام الدين؟ اياك العبود اياك المستعان. ايه؟ مفيش امتع من ركوب الطيارات. يلا بينا يا جماعه عشان ما نتاخرش. قوم بينا يا علاوي. يعني خلاص؟ اه. عايز نضغط الميه. اعملها في الطياره. حاسب كوعك يا علاوي. حبايبي منورين، كلها ساعة وهتقوموا بالسلامة إن شاء الله. ربنا يلطف، خد بالك أنا بيه. دونت وري، اطمن. مالك يا عبد القوي مغمض ليه؟ ما تفتح. أرجوك تفتح أنت يا دكتور، أبص قعر جسمتك. ما تخافش ما تخافش، حلفتك بالأنبياء، حياة دينك وعافيتك ونور عينيك. هو في إيه بس يا عبد القوي؟ ما تبقاش تحف في الطرب وانت بتقطع. اه حاضر حاضر يا سيدي. هتدخلي حتى بكده برجلك اليمين بعد نقطتين. ايه؟ انا عايزه اطمن على الراجل، ده بقى له اكتر من شهرين جاي. يا عم اسوق ولا خبر؟ اطمني يا اختي، ربنا يسوق بالسلام ويشبع قلبك بضحكتها عليك. انت بس يا الغالي اللي اديته معانا، ياما عايز ياكلنا عليه يا اختي. هات يا اختي. ما تجمد يا عبد القوي، عندي صداع ب10 مليون جنيه. يا راجل بلاش بكل، ما انا دماغي مفتوحه زيك ولا حاسس بصداع ولا حاجه. هو القص زي اللزق يا بغداده. قص ايه ولزق ايه؟ ما تبقاش كهين. طبعا يا بختي، من كان الطبيب خاله تلاقيها بشلك نص الطرلب، ولا مين عارف، يمكن يكون قشطه كله، حد شاف حاجه. يا اخي بطل الاوهام الفاضيه دي. اوهام؟ انا فوخي دلوقتي، بس عرفت القرد بيتنطط ليه، عرفت القرد بيتنطط ليه. مبروك يا ابو الدهب، نتيجة التحاليل بتاعتك طلعت ايجابية 100%. بجد يا نبيه؟ ايوه، وعبد الهوي كمان تحاليله كلها ممتازة. يعني دلوقتي اقدر اخلف؟ شور. طب ما يلا نرجع مصر بقى. هنرجع بس كمان اسبوع. كتير قوي، دي مراتي زمانها على نار. في مؤتمر طبي لازم احضره وبعدين نسافر. اسافر انا وعبد الهوي وانت تبقى تحصلنا؟ نو، احنا دلوقتي بقينا جروب واحد، مش ممكن نفترق عن بعض ابدا. يعني ايه؟ يعني لازم تكونوا تحت ملاحظتي المستمرة لمدة سنة على الأقل. ليه؟ انت خايف تحصل لنا مضاعفات؟ نيفر، لكن ضروري تكونوا تحت ملاحظتي المركزة. هو انا ليا شغلانة تانية غيركم. اوعى تكون ناوي تحطنا في اقفاص مع النسانيس. كما اتمنى. وناوي تعلن عن العملية في المؤتمر ده؟ انا ما احبش اسبق الاحداث، لازم اقدمك للعالم وانت مخلف فعلا، والبيبي على ايدك مش على ورق التحاليل. يا رب. تأكد يا ابو الدهب مش هتمر عليك السنة دي لو في حضنك ولي العهد. مالك يا عبد القوي؟ زلزال زلزال
مخ. اوصف لي بدقة انت حاسس بايه؟ صداع. صداع في دماغي. انهي حتة من دماغك؟ ايه؟ نفس ومنفوش. ها؟ نفس ومنفوش. هيخف مع الوقت. هو مش كان اشد من كده وقال؟ قال لي راحتي ونقص عشتي. بسيطة. هديلك دواء يضيعه نهائي. الله يخرب بيت الدواء. جدتي بقت اجزخانة. ولا اللي عمري ما ولعت اسبرينة. يا اخي فرفش. فرفش تخف. نقصني مسكعتك. خلاص. خدت اللي انت عايزه. ما تسيبني بقى ادبر حالي مع الدكتور. اطمن يا عبد القوي. انت صحتك زي البومب. ابوس ايدك. ابوس ايدك. اتصل بالدكاترة زملاتك اللي في مصر واسألهم. اسألهم عن ايه بس؟ القرد لسه بيتنطط ولا بطل تنطيط؟ القرد لسه بيتنطط ولا بطل تنطيط؟ وحشاني يا عمر. وحشاني. 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 انا ما ورياش شغل غيرك انت دلوقتي. فهمني يا راجل، انت السفريه دي عملت فيك ايه؟ عملت كتير. خلقتني من جديد. ازاي؟ وبعدين معاكي ما بوظيش مفاجاه. نورت بيتك يا لابس ومتشيك وبالابره متحيك. يا اختي عليك، يا اختي عليك وعلى جمالك. وحشتيني. وحشتيني قوي. انا واكل. طول انا اقول ايه؟ اقول ايه؟ ده انا كنت متشحتف عليك يا عبد طول ما انت غايب. وانا كمان كنت اخر شحتفه. مالك خاسس كده ليه يا حبيبي؟ هو قصر مأمور لمبة، ما كانش فيه أكل. إزاي بقى؟ أمال ما كنتش بتاكل ليه؟ بالعكس بقى، ده أنا أكلت أكل. أمال شكلك تعبان ومرهوق ليه؟ من شغل. التنجيل كان كتير والدق كله كان على نفوخ. الحمد لله على سلامة يا حبيبي. يلا، لم عيالك بقى، خلينا نمشي من هنا. هنمشي نروح على فين؟ على بيتنا الجديد. هنعطل؟ أيوه. انا اجرت مطرح مؤقتا كده لحد ما ندبر حالي. طول بالك، انا بال ما نلم عزلنا ونجيب عربيه تشيل العفشات. مش هنشيل عفشات، البيت الجديد جاهز من كله. طب نلم الهدوم. ارميهم في الزباله، هنجيب غيرهم. طب القط والعده. خلاص ما بقى لهمش لزوم. هتشتغل ايه؟ مش هشتغل. كفايه راغي بقى، اللي طبين مستني. هات العيال وحصليني على تحت. طب الحمد لله ان احنا هناخد العيال.